ونتحول الآن إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. شروق والتفاصيل. شروق، شكرا لكما سحر ومحمد. وننتقل من أخبار السياسة لجولة في أهم أخبار الاقتصاد محليا وعالميا. شهد وزير البترول طارق الملا جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر، وأقيمت بعنوان إطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر، وضمت رؤساء ومسؤولي شركات أجنبية. وخلال الجلسة أكد رؤساء ومسؤولو الشركات أن مصر وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية من حيث البنية التحتية الحديثة والمتطورة والتوسع في شبكات الطرق والمرافق والتعديلات في القوانين ونظم التراخيص لتشجيع الاستثمار وتيسير إجراءات. علاوة على ذلك أيضا وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تحقيق أهداف مشروعات التعدين. هذا واختتمت فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية بمشاركة الوزراء ورؤساء كبريات شركة التعدين العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء. الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين المصري وتعظيم مساهمته في الناتج القومي. اختتمت فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية بجلسات نقاشية متنوعة بمشاركة أكثر من 200 مشارك من رواد وقادة صناعة التعدين في مصر والعالم. الحقيقة لقينا حضور كبير جدا من الخارج، سواء من الدول الأوروبية أو كندا أو أستراليا، والحقيقة ان احنا كمان وجدنا مشاركات من افريقيا، وبالاضافة لذلك طبعا من دولنا الشقيقة العربية والخليجية وافريقيا. فالحقيقة يعني كان معنا وزراء على كل المستويات، معالي الوزير السعودي ومجموعة من الوزراء من افريقيا، وفي نفس الوقت تمثيل كبير من بعض الدول التي ارسلت وفود برئاسة نواب الوزراء. على مدار يومين جاء المنتدى والمعرض تحت شعار نحو الاستفادة من 120 عاما من الاكتشافات الجيولوجية من أجل مستقبل مستدام وخال من الكربون، باستضافة 50 عارضا و34 من رعاة الحدث يمثلون مختلف القطاعات بإمداد التعدين. شايف الفورم ده ناجح جدا، كمية الناس اللي موجودة اندل على شيء بيدل على قد إيه ان العالم كله يعني عامل اهتمام كبير قوي بمصر وثروات المعدنيه بتاعت مصر. بصراحه التنظيم كان رائع، كل حاجه مظبوطه بصراحه يعني. يكتسب المؤتمر اهميه كبيره لعرض البرنامج والرؤيه الاستراتيجيه لتطوير قطاع التعدين وتحقيق الاستغلال الامثل لثروات مصر التعدينيه ليصبح رافدا مهما من روافد الدخل القومي. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم عبور 72 سفينة من اتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.9 مليون طن. كما أعلن الفريق ربيع الانتهاء من تنفيذ 94% من إجمالي أعمال التكريك بمشروع التوسعة والتعميق الجاري تنفيذه من الكيلومتر 132 إلى الكيلومتر 162 ترقيم قناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي، حيث تمت إزالة 17 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه. وأوضح رئيس الهيئة أن نسبة الإنجاز بالجزء الثاني من المشروع بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة قد بلغت 53.5% بإجمالي كميات تكرير قدرها 33 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير منظمة مبادرات التنمية حول المساعدات الإنسانية العالمية الذي أكدت فيه زيادة الطلب على المساعدات الإنسانية عالميا خلال العام الماضي 2022 بصورة أكبر من أي وقت مضى، مضيفة أن العام الماضي شهد بالفعل استجابة استثنائية دولية من المانحين نتيجة لزيادة عدد الأشخاص المحتاجين. وأشار التقرير إلى أن وجود عدد متزايد ومتفاقم من الأزمات المعقدة طويلة الأمد يضغط بشكل كبير على النظام الإنساني الدولي للاستجابة وتقديم المساعدة الإنسانية. ومن بين هذه الأزمات الأزمة الروسية الأوكرانية وتفاقم الصراع في السودان وتغير المناخ والزلازل المدمرة في تركيا وسوريا وغيرها. وفي أسواق البترول العالمية سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات، حيث تأثرت الأسواق بمخاوف الطلب في الولايات المتحدة في مواجهة تعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي. وارتفع خام برنت بنسبة 88% إلى $80.33 للبرميل، بينما زاد غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 67% إلى $76.26 للبرميل. كما صعدت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.45% لتصل إلى $2.62 للتر. هذا وتراجعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 95% لتسجل $2.6 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت أيضا العملة السورية لأدنى مستوياتها في السوق الموازية، حيث تم تداولها عند أكثر من 11 ألف ليرة مقابل الدولار وفقا لتطبيقات على الإنترنت تستخدم لتتبع القيمة. وخفض البنك المركزي السعر الرسمي لسحب التحويلات النقدية بالعملة الأجنبية إلى 9900 ليرة للدولار، ويمثل هذا انهيارا كبيرا قياسيا منذ بداية العام عندما كان السعر في السوق الموازية يحوم حول 6500 ليرة، وكان سعر سحب التحويل 4522 ليرة للدولار. وأدى الانهيار الناتج عن ذلك في قيمة الليرة إلى ارتفاع أسعار السلع. انتهت جولتنا الاقتصادية لنشرة السادسة، وعودة من جديد إليكم سحر ومحمد. شكرا لك شروق عماد.